صدفت معاك في مره وانت بتلعب قدام فريق منافس لعيب بيلعب بشهاده ميلاد اخوه او بالطاية اخوه او باسم اخوه؟ ده كتير، كتير. ده موجودة في مصر دلوقتي، ده السائد الأعلى. ده انا كنت أسألك على لعيب ولا اتنين، ده لا لا كتير. لا، ده بس بص يا بيه، المدربين والمدربين اللي ما عندهاش لعيبة مسننة ومزورة بتبقى ضعيفة جدا. فلازم في كل فرقة بفيها 4 5 كده يسندوا الفرقة علشان ياخدوا بطولة، ياخدوا نتيجة. علشان ياخدوا نتيجة وبطولة. لكن على المستوى، طب انا الأندية اللي زورت عمرك شفتها في أفريقيا؟ لا عمرك شفتها خارج الدوري؟ خالص. عمرك شفتها في منافسة؟ لا طب ما هم أحسن قطاعات ناشئين على مستوى مصر، الأندية اللي بتزور. هم فين من الفريق الأول؟ هم فين من حصد البطولات؟ طالما أنا قطاع ناشئين قوي، مكسر الدنيا. أما أطلع على الفريق الأول أكسر الدنيا. طب أنت فين؟ أنت لا بتكمل وبتحرق نفسك وبتحرق لعيبتك وبتحرق لعيبه اولى منك، اولى منك تبقى موجوده، مواهب بتتقتل. خد بالك يا محمد، احنا بنتكلم في قضيه. اولا عندنا قضيتين بيدمروا الكوره في مصر، يوسفنا اقول لك كده، اولا التصوير والتسنين وتداخل اولياء الامور في كره القدم. لا، دي الجزئيه الثالثه اللي انا شفتها في مراحل كانت سابقه يعني. اه لسه لغايه دلوقتي اولياء الامور بيبقى موجودين في الملعب وبيتدخلوا وبيتناقشوا. ولي الأمر بيرشد ابنه والمدرب بيقول حاجة تانية. بما إنك أنت حضرتك في البيت أكبر ساعات بتبقى موجود مع الولد، فالولد فبيتاثر مرتبط بيك، بيك، بيتاثر بيك. مش كده ولا إيه؟ بيتأثر بيك. فزي اللي بيودي طالب عند 2 مدرسين مثلا إنجليزي، ده بيحل بطريقة وده بيحل بطريقة، ده بيعلم بطريقة وده بيعلم بطريقة، في الآخر ما بيبقاش هنا ولا هنا. وبعدين أي ولي أمر جايب ميسي، جايب مارادونا، طب امال المدربين والانديه دي بتشتغل ليه؟ شغلتها ايه؟ يعني المدرب ده شغلته ايه؟ ينمي مش مواهب. ينتقي وبعد الانتقاء يعلم، وبعد ما يعلم يدرب، وبعد ما يدرب يطور. طب دور سعادتك ايه حضرتك كولي امر؟ بجانب بقى التزوير والتسنين، بجانب التزوير والتسنين، ان انت تحفز وتشجع ابنك. هو ده دورك، هو ده دورك، ان تعلمه يبقى ملتزم، تعلمه يبقى شخصيه. انت النادي الاهلي الميزه بينه وبين الانديه التانيه ايه؟ انت بتدور على لعيب يمثل شخصيه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب باسم مصر في البطولات، في كاس العالم للانديه، في البطولات الافريقيه، فبتمثل مصر. فانت محتاج لعيب يبقى عنده شخصيه من الصغر. انت بتربي شخصيه مش من هو كبير ينزل عيل واحد فيبقى شخصيه قويه، لا، الشخصيه دي تنمى وتكبر مع اللاعب من الصغر، من التزامه، من حضوره للتدريبات، من تنفيذ التعليمات، من النظام اللي يمشي فيه في النادي. كل دي حاجات حضرتك بتبقى متواجده وبتنشأها في اللاعب وبتحافظ عليها وبتنميها له وبتطورها فيه. مش لعب بس، ياما لعيبه كانت كبيره جدا فنيا ومهاريا وخططيا وتكتيكيا، قول زي ما انت عايز، وما كملتش كوره وفشلت في الاحتراف الخارجي ورجعت مصر بطلت كوره عشان شخصيتها مهزوزه وضعيفه. هو ده قدر النادي الاهلي، ان انت بتعمل شخصيه للاعب عشان لما تلعب في النادي الاهلي وتلعب في منتخب مصر تبقى بتدافع عن علمك وعن شعار ناديك وشعار فلنتك اللي بتمثلها.